ومثل ما شفت كان هناك استعداد قتالي عالي، تهيئت كافة التجهيزات الخاصة بفصائل الاستطلاع، معرفة واجباتهم وفحصهم من ناحية التجهيزات لعجلاتهم والأجهزة اللي يستخدمها في الميدان، فكان اليوم فحص جيد ونتائج جيدة جدا، وهذا يعطي النتيجة أنه فصائل الاستطلاع مستعدة لأي واجب تكلف به خلال واجباتها المقبلة إن شاء الله. دائما مرات القناص يصير له يعني قصه غريبه او شيء يعني مواقف صعبه تمر به، وهذه احنا ما نقدر نغطيها اعلاميا لان انتم دائما في اماكن تكونون يعني بالمقدمه. صحيح. اريدك تذكر لي فت حادثه مرت بك وانت ليها ستتذكرها. مرت علي الحادثه بمعركه الشرقاط الجانب الايمن، حررنا الجانب الايمن واكو شط يفصل بين الايمن والايسر، فكانت اكو بنايه عاليه بين الايمن والايسر، فصعدت على يعني على رابطت على بدايه القطعات، فكان اكو مزاغل مسوينها هم يستخدمونها داعش، فمن صعد ثاني المزغل شوي الفتحه مالته كبيره، فمن جهه اردى اكو اهداف مقابلي اتجهت عن نحو الهدف، فاستترت له على صفحه اخذت الوضع الصحيح مالتي، رابطت له تقريبا 6 ساعات وبعدين صدت الهدف.